طوفان العاصمة. الجمعة 12 مارس 2021، الجمعة 108. حي الله حرى العاصمة. عاصمة كانوا تقديرات اليوم أنها مئات الألاف، بعض التقديرات تقول أكثر من مليون، لكن بكل تأكيد كانت مئات الألاف. كان طوفان حقيقي. أسلح حسين، وشوفوا هذا الموقف الحضاري حقيقة. يعني خلوا الطريق للأمبيلانس تفوت. حراك متحضر، حراك متحضر رغم طحن اللي يعيشه الشعب الجزائري. الشعب الجزائري يطحن، بقي حراك متحضر، ظل متحضرا، رفع شعارات قوية لكن بقي سلميا دائما. كانت تضرب الأمثلة بالفرنسيين وبالأمريكيين وبالهولنديين في التحضر في مظاهرات السلمية. شفتوا واش صرا في الكونغرس في واشنطن في 6 جانفي الماضي، وشفنا على مدار أشهر ماذا كان يحدث في باريس وفي مدن فرنسية أخرى، بل في قلب باريس في الشانزليزي. شفنا ناس تطير عيونهم في الشانزليزي، الناس تموت، ناس قتلت بالدهس برصاص الشرطة المطاطي بالحوادث. وهناك اليوم على الأرجح إذا ما مش المئات على الأقل العشرات ممن أصيب وإلى الأبد في فرنسا، اللي تقطعت يدها أو اللي تقطعت عينها أو اللي تقطع رجله أو اللي فرنسيين. حتى أن الإعلام الفرنسي في لحظات معينة العام الماضي كان يقول جمعات الجزائر تظهر في أسمى تجليات التحضر، في حين أن باريس تحترق. وما زالت فيديوهات تملأ الإنترنت لمن يريد أن يشاهد ذلك من جديد. شعب جزائري متحضر، إن شعبا يقهر كما يقهر الشعب الجزائري اليوم، وترفع الأسعار ويعطل اقتصاده وتعطل حياته، والملايين الذين لا يجدون سكنا، والملايين الذين إذا تغدوا ما يتعشاوش، والملايين الذين يبحثون على عمل منذ سنوات، والملايين الذين يعانون من الأمراض فلا دواء ولا مستشفيات بحق، والملايين الذين طردوا من المدارس ويضيعون في الطرقات. مع كل هذا ما زال الشعب متحضر، حتى بعد أن قامت المخابرات الإرهابية باغتصاب الرجال كما اغتصبوا النساء من قبل في ثكناتها الإجرامية، يظل الشعب متحضر. فما فيش واحد يخرج ويكذب على الناس أو يزعم أن هذا الشعب عنيف أو شعب متحضر. إن العنف مكانه مصدره تخطيطه تمويله معروف منين جاي، إنه من المنظمة الإرهابية المافيا العسكرية.